هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل انطلاقات أشواطنا في الفترة المسائية ومع سن إذاعة أصحاب السمو الشيوخ عبر شاشة دبي ريسنج وتحفة الميادين المرموب الذي تنطلق فيه هذه الأسماء الجميلة مع الجعدان المهجنات والرائعة الذي تتواصل في 6 كيلومترات بانطلاقتها وتنافسها وتحدياتها. نسير مع مقدمة الشوط وشاهين. شاهين يسيطر على المركز الأول، يحمل شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد الذي يقود مسار هذا الشوط وتحدياته. سراب ياتي في المركز الثاني لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي، سالم بن علي المسافري يضمره، بينما في المركز الثالث ياتينا فراج مع شعار هجن العاصفة. حمد بن راشد بن غدير يقدم فراج على المركز الثالث والمركز الرابع. الحاسم ياتي في المركز الرابع ليحسم الامور لصالحه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. محمد بن سعيد بن مروشد يقود الحاسم على هذه الانطلاقات والتحديات، بينما هناك الوصول في هذه اللحظات من هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. احمد بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم التضمير مع المركز الخامس في هذه اللحظات، بينما المركز السادس سادس المراكز صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. عبد الله بن سالم المسافري الذي يضمره وسابع المراكز. بنلقى هنا مناور تعود ملكيته لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لينيبي في التضمير. والمركز التاسع تاسع المراكز تواجد هنا مشاهدينا متابعينا الكرام. نجد ياتي في هذه اللحظات، نجد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. مطر بن سيف بن لاحج الهاجري يتولى تضميره، والمركز العاشر ياتي مسكت تعود ملكيته من هجن العاصفه. حمد بن راشد بن غدير يتولى تضميره في هذه اللحظات وهو في تاسع المراكز. اما المركز العاشر الحاسم ياتي في المركز العاشر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة عتيج بن سالم بالعرطي. هكذا مشاهدين العزاء العشر المراكز الأولى، هكذا الجعدان المهجنات الجولة الأولى والشوط الرابع الذي يحمل جولتنا الأولى في سن الإذاع في هذا المساء الجميل، في هذه الانطلاقات الرائعة والجميلة على أرضية ميدان المرموب. نسير مشاهدينا الأعزاء، نسير متابعينا الكرام، نعود بعد إكمال العشر المراكز إلى التنافس وتبادل المراكز إلى التحدي الجميل في عالم الرياضة. يسيطر على مقدمة الشوط، يقود المشاركين. الحاسم غير الأمور، الحاسم انطلق إلى مقدمة الشوط، غاد المشاركين بانفراد، حمل هذا الشعار شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يا سلام، وهناك المتعب يقوده، المتعب المضمرين ومحمد بن سعيد بن مروشد من يقدم الحاسم على مقدمة هذا الشوط، وهو يقود الجعدان ويتقدمهن بفارق جميل ورائع. المركز الثاني الحاسم الاخر مشاهدينا الاعزاء ياتي في المركز الثاني، في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمره احمد. وهناك ياتينا في هذه اللحظات شاهين على المركز الثاني، عفوا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. احمد بن سلطان بن رشيد يتولى عمليه تضميره على ثاني المراكز. والمركز الثالث يتقدم مناور لسمو الشيخ محمد بن المره المكتوم.
اليوم بقيادة سعيد بن سالم لينيبي على المركز الثالث مع 3 كيلومترات مع منتصف مسافة هذا الشوط. وصل في هذه اللحظات نجد وصل نجد في هذه اللحظة تقدم إلى المراكز الأولى، تقدم إلى التنافس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ومطر بن لاحج الهاجري يقود في التضمير. أما المركز الخامس فياتي فراج، تعود ملكية الهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يقود مضمرا على المركز الخامس. والمركز السادس هملول لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. أما المركز السابع صوغان لاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن سالم المسافري الذي يتولى تضميره. أما المركز الثامن هناك يتواجد مسكت بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يتولى عملية التضمير. مشاهدين الأعزاء الوصول من مغادر هناك وصل في هذه اللحظة، مغادر انطلق على 10 المراكز ليحمل هذا الشعار الجميل، ليحمل هذا الشعار الرائع، شعار هجن زعبيل، شعار هجن زعبيل. مشاهدينا متابعينا الكرام، المملوكة لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، شعار هجن زعبيل يتدخل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد أحد شبابنا المضمرين الحاضر والمتواجد مع هذا الشعار. الله 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 الله، هذه الأسماء وهذه الشعارات ترقبوا بوابة العبور، وهذه غادرناها الكيلومترين. الله يا سلام، هناك المركز الأول وهناك السيطرة على المقدمة. يا سلام، الحاسم حسم أمور هذا الشوط وانطلاقته إلى المركز الأول، إلى المركز الأول في هذا المنطلق وهذا الاندفاع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب. يضمر المتعب، متعب المضمرين محمد بن سعيد بن مروشد على مقدمة هذا الشوط وانطلاقة هذا الشوط. بينما المركز الثاني المراكز يأتي شاهين في المركز الثاني لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد، يضمر في هذا المنطلق. وصل هناك في هذه اللحظة مناور بدأ يناور بالانطلاقات والتحديات. وهناك اسمه الشيخ محمد بن المرة المكتوب سعيد بن سالم الينيبي، ونجد ياتينا في هذه اللحظات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب يتولى تضميره. مطر بن لاحج الهاجري وصل هناك مغادر من هجن زعبيل، وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد يتولى عملية التضمير. هذا المسار وهذه التحديات وهذا الانطلاق في مسار الجعدان المهجنات الأصايل في انطلاقة هذا المساء. الكيلو المتر الأخير والخطير، ولكن يا سلام السيطرة تحت أقدام الحاسم ومناور قادم وكذلك مغادر قادم. الله، ولكن لا زال الحاسم حاسم أموري هذا الشوط. الله 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 الله، يا الحاسم يسيطر لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. الله يا أبو سعيد محمد بن سعيد بن مروشد مركز المتعب في مسار هذا الشوط، ولكن غادم لينيبي، دير بالك من لينيبي. ولكن أنا لاسمه الشيخ محمد بن المربى المكتوم مشاهدين الأعزاء. الله الله، وسعيد بن سالم لينيبي، وهناك وصل مقادر مشاهدين الأعزاء من هجن زعبيل بدأ يتحرك هناك إلى المركز الأول، يتحرك إلى الحاسم. الله يا سلام يا سلام، راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. الله يا راشد، لا تخلينا نقول أعلمه الرماية كل يوم ولما اشتد ساعده ورماني. الله يا سلام، ولكن شوف هناك، يا سلام، هجن زعبيل. تهانينا لاسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على فوز هجن زعبيل، وهو مغادر بالمركز الأول. المركز الثاني الحاسم لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث وصل فيه مناور لاسمه الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم. المركز الرابع يا سلام، هناك وصل
نجد في المركز الرابع لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والمركز الخامس هناك وصل في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء، هجن العاصفة على خامس المراكز. نعود إلى التوقيت الزمني وهذا مقادر، وهذه هجن زعبيل القادمة بقوة بهذا الشعار الجميل على هذا الانطلاق، قطع المسافة اللي هو مقادر في 9 دقائق 33 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن زعبيل، تهانينا لمالك هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، شكرا كذلك لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. بينما وصل في المركز الثاني الحاسم مشاهدينا الاعزاء لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، قطع المسافة في 9 دقائق 33 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سعيد بن مروشد كذلك على المتابعة، والمركز الثالث اللي وصل في المركز الثالث مناور وصل في المركز الثالث، قطع المسافة في 9 دقائق و37 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ محمد بن المرة المكتوم، تهانينا سعيد بن سالم لينيبي، هكذا تهانينا وناموس.